التوفيق والسلام والنجاح في خدمة يعني أبناء وأساتذة محافظتنا العزيزة نينوى، وأنت إن شاء الله أهلا لذلك أستاذنا العزيز. وصل إلى المساء، كل المديريات التربية راح تشتغل هذه المسابقة في شهر الخامس بعد العيد أسبوع إن شاء الله، يعني من 13 إلى يوم 11 إلى 15/5/2022. هذا الملتقى يكون في كربلاء في مجموعة العاملين التعليمية عندنا خاص في داخل كربلاء، وكل مديريات التربية راح تشترك به، ويقدمون 4 نتاجات لكل مديرية من خلال طلب الموهوبين المتخصصين في قضية تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت والروبوتيك وإنترنت الأشياء، نشاطين وفعاليتين مختلفتين في آن واحد في هذا الملتقى. الفعالية الأولى هي ورشة تخصصية لهؤلاء الطلبة المشاركين لوين وصل العالم في قضية تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، لمحاضرين عراقيين موجودين في أمريكا في اليابان في الإمارات، تم التنسيق وياهم. وأيضا الشق الثاني صممنا مسابقة لأفضل نتاج علمي تطبيقي يخدم المجتمع العراقي بهذا الاختصاص، الاختصاصات التطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهنالك جوائز مادية ومعنوية للطلبة الفائزين على مستوى مديريات التربية وأيضا أدنى على مستوى طلبة الجامعات. أعزائنا وأهلنا، وجودكم اليوم يفرحنا، ضروري جدا أن يكون مع هذا الشيء استخدام الجانب العملي، استخدام الابتكارات، استخدام كل ما ينشط ذهن وأفكار أبنائنا وطلبتنا. أنا أكد وقلت سابقا، أكد على أساس عملنا هو المدرسة، التلميذ وإدارة المدرسة والمعلم. إحنا نرتكز على هاي الثلاثة والبنى التحتية، متى ما حققنا الاستقرار في هذه راح ينعكس بالإيجاب على المديرية وعلى بالتالي على المجتمع وعلى أبنائنا. فوجودكم ودعوتكم إن شاء الله إحنا نتشرف بها. ها نحن اليوم بين أهلنا في مديرية تربية نينوى بخصوص الملتقى الوطني لافتتاك كفيل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، ومشاركة طلبة مديريات تربية في العراق وكذلك طلبة الجامعات والمعاهد العراقية. وهذه المحطة تم التبادل التواصل ما بين العتبة العباسية المقدسة قسم العلاقات العامة وشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية، وكذلك مديريات التربية من ضمنها مديرية نينوى، بخصوص فتح آفاق التعاون المستقبلي لتطبيق وتنفيذ نشاطات من التي تعمل على تسليط الضوء على المواهب وكذلك الطاقات الشبابية من طلبتنا الأعزاء، وبالتالي يكون مردود ذلك على المجتمع العراقي ومجتمعنا في محافظاتنا العزيزة، وتسليط الضوء على المواهب وتنمية هذه المواهب والطاقات. وهذا الملتقى سيكون إن شاء الله في الشهر الخامس من هذه السنة، ويكون بمشاركة أكثر من 20 مديرية تربية وأكثر من 68 جامعة ومعهد في مدينة كربلاء المقدسة. وسيكون هنالك ورشة تخصصية لأحدث ما وصل إليه العالم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، وإضافة ذلك هنالك مسابقة تم تصميم مسابقة لأفضل نتاج علمي وثقافي في اختصاص الذكاء الاصطناعي والروبوت، ويكون هنالك جوائز مادية ومعنوية للفائزين في هذه المسابقة أيضا. ماهر خالد، مسؤول شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية في العتبة العباسية المقدسة. إن شاء الله جناب كريم راح تكون يد بيد مع أي شيء يصب في مصلحة بلدنا العزيز وأبناء بلدنا إن شاء الله. فهذا شيء بسيط من العتبة العباسية، مرسوم على شعار العتبة العباسية وأبي الفضل العباس، اسم أبي الفضل العباس عليه السلام، صاحب الهمة وصاحب الجود وصاحب التضحية والفداء إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا وسهلا.